مساء الخير اخني اخي تي ويوغا ايقاع الاخ قلت له مناسبه حفله قام مناسبه ايدد هويتد مارني شو مشيعة اخا ايدا قديشه وبريخيلي وكل سوريا قاود عالم احتفال بيادي لو مناسبه واخني قام كل من دي كيف نشكر قناه كردان تي في لانه تغطي حفله بيادي له وشكرنا ايضا لانه تمل اتوالا رازي ساعات تشد ليله همي تيلا وتخطيط اي حفله ودلا وتخطيط رازي ودلا وشكرنا لانه لقاتي فرصه انه محكن اللاخ قاود ايقاعا لانه كل اند موجودين لاخ سوراي لايتيو اللاخ احتفال لاكودي كله بصيخه له وخمناسبه بسمتي له خمناسبه قدشتي له ولذلك طلب يعني انه اي بصخوته واي اي روازة يعني تعميم بايش قادة كل سرايد عالم وخاصة سرايد عراق بصورة خاصة طلبا انه اي مشاكل دقيتن قاود عراق امن واسايش خرتا قندار تاع عراق. انا ابتسام من دنمارك طبعا اشت ايضا كبيرة وحلوية لان حضيرا راز بكوبنهاجن وحضيرا ثاني يوم ايضا اثوى حفلة من جماعة كل سوراي كبيرة بسخن ولو ناقص لنا وجودي طبعا تأهل ديان تبقرا كبيرة بكيف ببابي إلى يوتيوب سوريا متمنيا إيه داخلنا تقضي منيهن. أنا اسمي ماجد رفو يوسف من بغداد طبعا أيام عيد نحتفل طبعا على رحنا الكنيسة الصلاة وبعدين خلصنا ثاني يوم جينا الحفلة وأقدم تهاني للشعب العراقي وبالأخص المسيحيين وإن شاء الله هتكون السلام بشعبنا كله. سلام اللوخن كلوخن أنا سميرة كم سلمان اليمي والبابي وأخواتي دي بأمريكا كم سلمان إخماتي دي بقاود بغداد وأخون دقوري فارس وإذا وناقص بلا أختتن متمني أن داوتن جيبن ان شاء الله امنيتي بشاده خرده خطه جمعه كلن وامنياتي همي انا بكل سوراي بعراق وبكل عالم ملتمي رجعي لبلديهن وكلن ان شاء الله بصخ بلديهن عراق ان شاء الله براجع احسن واحسن من قبل ان شاء الله وبشم بشلامه وشتوخن واذوخن بريخه كلوخن وشتوخن برخته ان شاء الله. سوراي دينا كو عراق دين لخا بس هاي منهم يعني اخذنا لوغ مرتاحين واغسل دي حفله ومندي بصيخي الواخين بدوا ازد مارني شوم شي حد لي هوية ابديه بس لوغ بصيخ اللبن وانا مدنا سراي دينك وعراق رابع يعني ويوم شلامتا كل خزمانا يعني دينا تامت جميع السراي ودينا كردي ودينا عرباي ودينا مسلمان كله جميع دين السراي طال كل الخواخي يا ضالي
صدق الانسان وصل لعالي I'm